كلام الكابتن لا عادل. لا بس هقول لك كلمه. ما لا هو يعني انت... انا بس كابتن عاوز اعقب على حاجه بسيطه قوي. لو فاكر مانويل جوزيه لما حسم الدوري مره خد اجازه ومشي في مباراه اهلي والزمالك صح، علشان عاوز يرجع يبقى فايق، ما عاوز يرجع بس 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 ده ذكاء منه. لا كمان لا هقول لك ليه، ولعب مجموعه بالنسيه، ولعب مجموعه بالاحتياط، خسرنا اثنين. انا عاوز اقول لك كابتن ايه، زمان كان ال 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 مفيش الميديا الموجوده دي ومفيش الكلام الكتير واللغط الكتير، كان الناس ما عندهاش تشبع، فمباراه اهلي والزمالك الناس بتتشبع بيها قوي. لكن دلوقتي انت في دوري اوروبي وفي ماتشات كاس اوروبا وفي ماتشات كتير يعني الاحداث بقت اسرع واقوى. وبعدين المدرب الاجنبي يعني لما بيجي يفكر في مباراه اهلي والزمالك هو بيفكر فيها من ناحيه ايه؟ هو فاكر ان يعني الناس هتذكر المباراه. كم من المدربين الاجانب لعبوا ماتشات اهلي والزمالك انت بتذكر المباراه لينا احنا، لكن ما بنذكرش المدرب. لا بس احيانا بتاثر عليه، بس في حاجه بتهزم بتاثر عليه جماهيريا. بص يا كابتن عادل، في حاجه لا بتأثر يعني رد على كلامك دوت. احنا شفنا الماتش الاخير كارتيرون لما لاعب فريق مصر لعبوا بمجموعه كبيره جدا من الناشئين، تمام، ووضح جدا في الماتش ده ان هو تركيزه كله كان منصب على ماتش الاهلي بتاع بكره، ولا هو كان عايز، ما هو دي برضو من ضمن افكار المدربين، عايز يطلع بثمره من الموسم بتاعه. يعني مش هو عاوز يبعد عن، مش بيريح اللعيبه لمباراه اهلي والزمالك قد ما هو عاوز يطلع واحد او اثنين او ثلاثه يحسبوا للسنه اللي نادي الزمالك خسر فيها دوري. ماشي بس ما يلعبش ده فريق من الناشئين. لا هو عادي، لا الهدفين مع بعض، حب يعمل كده، لا الهدفين مع بعض.